بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أسعدني الحديث معك يا الأخ مصبح، جزاك الله خير. أنت في البداية في قلت لي أنك تعلمت من والدك يعني أمور البحر وكذا قبل أن تذهب لناك، لكن أنتم الآن كآباء هل تعلموا أيضا أولادكم وتهتموا بهم في هذا الجانب؟ بالفعل نعم، نهتمهم حتى على الروابة، نقول تعال يا ولد بر هذا مرابة، الحين بجيب لكم مرابة بشوف تبون أروب أروب. إيه تعلموهم يعني هذا العمل؟ إيه نعلمهم. جميل. نقول لهم كذي وها بغدوا يعني ناس باك اليوم حن معكم بكرة رايحين عنكم. جميل. هذا درب والدرب هاي كل حد يمشي له يعني. اليوم أنا معك. نعم. وبكرة من بيكم لك شغلك أنت، هذا شغلك عملك يعني. في رزق. في رزق. نعم. وأنت إنسان صاح أبوك راعي بحر، أنت راعي بحر، عمك راعي بحر، عائلتك كلها هالبحر. ما هي الأشياء اللي تعلموهم إياها؟ نعلمهم. قلت صناعة الشبك تعلموهم يعني. جميل. ماذا ايضا؟ السباحة. جميل. قبض الماكينة. قبض الماكينة جميل. شل الدوابي. الشل جميل. شل الدوابي. تركب دوابي. يعني تركب ليخ. جميل. يعني اشياء يعني لو لو يعني قضية الاتجاهات والاشياء مثل نيوم عندك نيم كذا عندهم جلان. نعم. الحين عندهم جلان. نعم جميل. خلاص. ضبطه من هني تشيل طراله سيده على مفضاها. ما شاء الله. لا تروق لا يمين ولا يسار. إيه احسن عن الديره، اول كانت الديره بعدك في الديره تفرط. نعم. لكن هذا الجلان الحين مره 100% نفس الموقع رقعك. نفس الموقع ولو عقيت ليخك بالارض ما بدون شيء بدون شيء. تجي هناك اعطاك السهم قال لك هني محلك. نعم. شخط لي وتجيب لي اخك كامل. ما شاء الله جميل. شيء عدل يعني. إيه صراحة الله. يعني نعم. الحين وسائل ولكن كيف الناس تضيع ما ندري. نعم شوف كيف. الحين اسهل والحمد لله وطراريد كبار وجلان. نعم. وبعدها الناس تضيع. نعم سبحان الله. كيف تضيع ما ندري كيف يعني كيف الناس كيف غشامتهم كذا يعني. جميل. قبل ما يدخل البحر الواحد يكون لازم عنده ليسن وذي الاشياء. ولا ما ذاك عادي والامور ما دام متعلم وكذا. الحين القانون النوخذي. نعم. والبحار واللي يروح معك. نعم. لازم يكون عنده ليسن يحمل ليسن بحر. تو ما شاء الله جميل. ايه. ما بمثل اول. ايه نعم. اول يمكن عند النوخذي الحين لا عامه. من باب الامان يعني. من باب الامان. نعم جميل. بعدين لازم تتحمل تشيل معك البحر. تشيل عندك سيفتي كامل يعني. مثل سباحة. مثل عندك ليت. جميل. عندك يعني مال شيء ليتات خاصة معينة عند البحارة ولا نفس العادية؟ طرادها. أيوة. كلها ليتات مسلية. ايه جميل ما شاء الله. وبالطاقة الشمسية فيها وكذا؟ لا على بطاريات. ايه بطاريات. نعم. ما سويت مع نظام البطاقة الطاقة الشمسية وكذا ايضا؟ والله لحتى الان بعد حتى الان ما 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 يعني ما وصل عندنا. ما جبتوا يعني. ايه. جميل. ولكن امور طيبة يعني. نعم. بطارية كل وحدة 80 فيها شغل بيت. ما شاء الله. شغل بيت. ايه كذا فعلا. كهرباء شاعة يعني. والامور طيبة. لكن ذيك المساحة من البطارية ممكن توفروها حال المركب بعدكم. كل شيء موجود. ايه كل شيء كل شيء وما نوب تشتغل ماكينه تعبي البطاريه. نعم تعبي البطاريه. إيه جميل. شغل من هناك تعبي البطاريه. نعم. الامور طيبه الحمد لله.